السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم محمد في فيديو جديد. زي ما انتوا صورتوا امبارح، النهارده هنلعب استنبول جايز وسحب على 1000 جواره. وشروط السحب سهله، هنكسب 2 كل واحد 500. في الفيديو هقول كود بالصوتي عباره عن 4 ارقام، اول 2 هيكتبوه في التعليقات هم هيكسبوا ال 1000 جواره وبس كده. فلتبدا المعركه. ملحوظة هامة، سيتم تعليق سرعة الفيديو على 2 في الراوندات العادية، لكن في الراوند النهائي أو الراوند الثالث سوف يتم تثبيت السرعة في 1. وكسبنا اول راوند بكل سهوله. استغفر الله العظيم، اكتر ما بكرهه. وكسبنا الراوند الثاني بكل سهولة برضه. الراوند الثالث والأخيرة، يا ترى من أول واحد هنبلعه النهاردة؟ ابلع يا اسطى ابلع. يا جليتشاتك يا اسطنبول، يعني دي اكتر حاجه بكرهها في اللعبه، ان انا ماشي في امان الله ما اعرفش انط. انا نطيت بس مش عارف امشي اصلا. هظبط التحكم دقايق بس. الكود 1 2 3 4.
ولقد وصلنا للراوند النهائي، يجب علينا جلدهم. ابلع. ما هذا بحق الجحيم؟ كيف من بلعش؟ مش فاهم، من اديته نارد في وشه. ابلع. طب دلوقتي ابلع. ايمن كمل عليه. الله مات. طب والله انا الغب. جي جي يسطا. والفائز في هذه الراوند هو LMDINISXD لم دانس اكس دي. قربنا نجيب الفتى اليقطينة. الراوند الثالثة. الراوند دي لازم ما نخسر، هنمشي بالراحة خالص على مهلنا. نحاول بقى نقلل أعداد الناس. ابلع يا جدعان. الناس ما بتبلعش ليه؟ الناس ما بتبلعش ليه؟ اللي حاصل هو ده. ابلع. ده هو اللي كان هيبلعنا. طب ابلع. شنو هذا؟ والله شنو هذا؟ او هرب هرب. نو 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 نو. ده الحمد لله طلع احول، ما ضربنيش. ضيع فرصة عمره. موت بقى غير ان ايمن. موت. نط نط موت. ايمن بارك الله فيك. تالت راوند ايزي يا جدعان. اخر جيم ونجيب الولد اليقطينة. والفيديو متسرع دلوقتي على 8. الراوند الثالثة واخر راوند معانا ونكسب السكن. الواد النينجا ده معلق علي.
الواد النينجا مات، ادعوله بالرحمة. سطرت الحمد لله الحمد لله، وكسبت بقى الحمد لله. يا جدعان كنت خسران 100%. وكسبنا السكين. طبعا يا جدعان محدش يضغط سكيب هنا علشان انا راح عليا بوكسين من التلاتة، وكسبنا السكين اللي ملوش لازمة ده. هنا بقى انا محتاج رأيكم، هل برأيكم نلف العجلة ديت ولا مش مستاهلة؟ يبقى 1500 جوار نلف دي كده على طول. بسم الله. وبس كده اشوفك في فيديو جديد يا صاحب الرايق، ومع السلامة.